سي فايد، شنو تقدر تقول لنا على المنافس ديالكم؟ شي كلمه في حق نادي ليكسوس العراج. نظن هو هذه السنه الثانيه هو في الاكسيلونس، يعني راهم في المستوى، نظن انه راهم في الطريق الصحيح، حتى ولو نظن انه في حتى هما عندهم شويه ضغط، وكان يلعبوا بلا ضغط يكونوا احسن نظن، وحتى حنا رانا نلعبوا بضغط كبير ما تصورش. ان شاء الله هاد الامور تتعوض ونكونوا كما قلت لكم في النصف النهائي والنهائي احسن ان شاء الله. واخا ميساج لي طونجيغوا، الناس ديال طنجة اللي كينتظروا منكم انتظارات كبيره، حققتوا كاس العرش وكيتمنوا النفس انكم تحققوا الثنائيه وتحققوا البطوله، شي ميساج للناس ديال طنجة؟ لا الثنائيه، لانه ما تنساوش انه الحمد لله البيبليك هذا راه ورانا. ما شنو الميساج؟ كملوا كونوا معنا، لانه راكم معنا الحمد لله، وحنا رانا فخورين بكم، وانتم نظن انكم فخورين بنا، وهذا هو الاهم، وهذا يفرح هذا، وان شاء الله اليد في اليد ونسيروا في الحتل النهائي ان شاء الله.